بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، ومع هذا السن، سن المواهب، سن اللقاية، انطلاقة سليمة للشوط السابع وهو الخاص باللقاية. الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة ورحلة الأربعة كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك ظبيان اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، المكتوم في متابعة حمد بن علي العويسي يلي مع المركز الثاني. أرى هني أودع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة المحنك سعيد بن راشد بن غدير، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى التحديات من الجانب الآخر من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خليفة بن سالم بالصقعة من أعلن هذا الانطلاق، ومع المركز الرابع، المركز الرابع مشرف التابع لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة مشرف، مع المركز الرابع وخامسا من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، علي بن راشد بن غدير من أعلن هذا الانطلاق، من أعلن هذا التحدي، مع المركز الخامس والسادس التسلل من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد. شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم وبقيادة مسري بن سالم بالعرض الحميري من بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، مع المركز الخامس سادس صوغان بنفس الشعار، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري متابعا لهذا الانطلاق المثير، ومع المركز السابع، المركز السابع التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، التسلل من شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد من بدأ يتسلل، مع المركز السابع وثامنا من الجانب الآخر شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز التاسع، المركز التاسع التسلل من غياض التابع الهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، عاشر التحديات رهني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامن بدا يتسلل، مع المركز العاشر ومختار بن احمد في عمليه تضميره وتدريبه. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الاول للعشر المراكز الاولى، ولكن نعود مع الصداره، نتابع بدايه هذا الشوط ونودع على الصداره، نودع على المقدمه، يقود المجموعة يار الشوط ير منذ البداية، يندفع بناموس هذا الشوط وبشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة سعيد بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة ودع ننطلق، مع المركز الثاني وأرى التسلل، أرى التسلل، أرى هني مشرف بدأ يتسلل في هذه اللحظات التابع لهجن العاصفة يقوده الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الثالث، المركز الثالث سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 يتابع انطلاقة سلهود، مع المركز الثالث. رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل هملول مع المركز الرابع، تابعنا من ندان الأول مع المركز العاشر، وهو ينطلق انطلاقة ممتازة، انطلاقة سريعة، مع المركز الرابع بالشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد وبقيادة مختار بن أحمد، من يتابع هذا الانطلاق المثير. خامسا ملبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن هايري متابعا لانطلاقة ملبي الكوكب خماسية على مقدمة هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع مشرف اللي ير الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير، ولكن سلهود بقمة التحدي، مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم
وبقيادة علي بن راشد من غدير حملول، ياتي ثالثا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومختار بن أحمد في عملية التضمير. ولكن مشرف بدأ يندفع في اللحظات الأخيرة، بدأ يفارق المسافة ما بينه وما بين البقية. مشرف على الصدارة، مشرف على المقدمة بالشعار هجن العاصفة وقيادة الواضغ. حمد بن راشد بن غدير يقترب من خط النهاية بدون أي منافس وبدون أي تعليمات. تهانينا وللمرة السادسة، تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد. المركز الرابع عمودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس ملبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز السادس هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة. ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مشرف إلى خط النهاية، يقطع مسافة 4 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 13 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. سلهود يصل مع المركز الثاني 6 دقائق 14 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لعلي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 ومع المركز الثالث. يصل هملول 6 دقائق 16 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد، والتهاني أيضا لمختار بن أحمد. تواصل